الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم؟ بغداد، جئتك كالسفينة متعبا أخفي جراحاتي وراء ثيابي. أنا ذلك البحار أنفق عمره في البحث عن حب وعن أحبابي. بغداد قرت على حرير عباءة وعلى ضفائر زينب وربابي. وهبطتك العصفور يقصد عشه والفجر عرس مآذن وقبابي. حتى رأيتك قطعة من جوهر ترتاح بين النخل والأعناب. بغداد هي دار السلام أيها الناس. في كل مرة أكتشف كم نحن مبدعين، من مصمم المقدمة فضل عباس إلى المعمارية المبدعة ريا العاني. السؤال هنا، أين كانت المصممة ريا العاني لتخرج هكذا إبداع؟ رغم أنه مجرد مقترح عن جسر أخضر على ضفاف نهر دجلة لكي يحاكي الجنائن المعلقة ليجاور تحفة المعمارية زها حديد البنك المركزي. كيف استلهمت وفكرت بوقت وكأنما البنك المركزي يريد شقيق من الطراز الرفيع، لمسة أنثوية خضراء لتعيد جمال المنطقة؟ كل ما في الأمر إن مهندسة معمارية تقترح مشروع جديد اسمه جسر بغداد الأخضر على ضفاف نهر دجلة، حيث يربط تقاطع برج زها حديد بساحة النسور في منطقة المنصور ويشمل جسر أخضر بالكامل للسيارات وآخر للمشاة، يؤدي إلى حديقة كبرى معلقة تتوسط نهر دجلة وإطلالة لتحفة زها حديد. إن شاء الله ستملأ السماء بتصاميم أبناء هذا الوطن المبدعون. لهنا أترككم في أمان الله. كان معاكم وعد هاني من قناة كنت هنا.